أهلا بكم. بحضور سيادة المطران فينيدكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن للروم الأرثوذكس وعدد من كهنة الرعاية من كافة الكنائس في المملكة، افتتحت فضائية نورسات مكتب الأردن بازار الرحمة الثالث الذي رعاه قدس الأب الأرشمندريت نادر صاووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي. التفاصيل في التقرير التالي. للسنة الثالثة على التوالي أقيم في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان حفل افتتاح بازار الرحمة الثالث بحضور سيادة المطران فينيدكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والعامة والكهنة والراهبات وجمع غفير من أبناء ورعايا الكنائس من مختلف محافظات المملكة. واشتمل الحفل على إلقاء العديد من الكلمات التي أثنت بمجملها على فضائية نورسات ممثلة بمديرة مكتبها في الأردن الدكتورة باسمة السمعان لما تقدمه من جهد في إرساء معاني الوحدة الكنسية والخدمات الإعلامية والاجتماعية والإنسانية، حيث أكدت الدكتورة السمعان في كلمة الافتتاح أن إقامة هذا البازار الذي يتصادف مع ذكرى المولد النبوي الشريف لهو دليل على العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مسيحيين ومسلمين، حيث يجسد هذا التآخي الرائع عمق المحبة والوئام بين عموم المواطنين كافة. استمراراً لدور مكتب نورسات الأردن بتقديم خدماته المسكونية ومسؤوليته الإنسانية وتجسيدا لأواصر العيش المشترك، يقام بازارنا الخيري الثالث الذي يحمل عنوان بازار الرحمة بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وأيضا بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف القطاعات الاجتماعية. ما يميز بازار هذا العام احتوائه أكبر مغارة ميلاد في الأردن من صنع أيدي شباب مسلمين ومسيحيين مؤمنون بأواصر العيش المشترك ومعنى المواطنة الصالحة والمحبة التي لا تفرق بل تجمعنا على المودة والسلام والرحمة للآخرين. وبمناسبة اليوبيل الفضي 25 سنة الكهنوتي لقدس الأب الأرشمندريت نادر صاووق، الذي كللها في نشاطه وتفانيه وإخلاصه المتواصل في خدمة كلمة الله وخدمة رعيته في هذه الكنيسة التي تحمل اسم السيدة العذراء، نتقدم بجزيل الشكر لرعايته بازارنا هذا مهنئين ومباركين له، وأن يمد الله في عمره، وطارعين لله العلي القدير أن يمنح قدسه مزيداً من التميز والعطاء والبركات لخدمة النفوس. وأشكر أيضاً حضوركم إلى هذا المكان ودعمكم لبازارنا، وأشكر أيضاً كل من ساهم في إنجاح هذا البازار، وأخص بالذكر أجهزتنا الأمنية والدفاع المدني على تواجدهم ومشاركتهم معنا مع دعواتنا أن يباركنا الرب ويحفظنا. وأعرب قدس الأب الأرشمندريت نادر صاووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان عن سعادته البالغة وهو يحتفل بيوبيله الفضي بين محبيه وإخوته الذين أتوا من كل مكان ليشاركوه فرحته بهذا الحدث السعيد، وشدد في كلمته على أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الأردني الواحد، مثنياً على مكتب فضائية نورسات في الأردن لجهوده الكبيرة بإقامة هذا البازار
وسط أجواء السلام والأمان الذي ينعم به الأردن في ظل قيادته الهاشمية المباركة. أشكر ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على نعمته التي رافقتني في رسالتي ومسيرتي الكهنوتية. أشكره على 25 سنة من فرح الحب والعطاء والخدمة، مصليا ومرددا 25 سنة في خدمتك. أشكرك يا ربي على نعمتك. وأيضا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وحلول عيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح، نرفع أسمى التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. أعاده الله عليكم هذه المناسبات السعيدة وهذه الأعياد المجيدة، وعلى الأسرة الأردنية الواحدة باليمن والخير والبركات. وكل عام وأنتم بألف خير. ولد المسيح، هللويا. لأنه مواظب ومثابر ومتابع لعمله باقتدار، لأنه يتفقد رعيته، رعية هذه الأبرشية باستمرار، يدعو لمرضاهم بالشفاء، يزورهم في بيوتهم ليناولهم القربان المقدس، لأنه أصبح من كتاب جريدة الرأي المرموقين، لأنه كل ذلك، لأنه يمتعنا في وعظته يوم الأحد، هذه الوعظة التي تكون مدروسة وموضوعية وسعادة لنا جميعا، لأنه كل هذا أحببناه. ذلك هو الأب الأرشمندريت نادر سوف. سيادة المطران فيندكتوس، وبعد قص شريط الافتتاح والاستماع إلى عزف للفرق الفنية المتطوعة التي قدمت معزوفات فلكلورية ووطنية وترانيم ميلادية، قد توجه وجموع الحاضرين إلى أجنحة البازار وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي تشتمل على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات المحلية ومستلزمات عيد الميلاد. وقد شهد على مدار 3 أيام متتالية إقبالا ملحوظا من الزوار الذين توافدوا عليه من كل مكان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمكتب نورسات الأردن وجهوده الكبيرة بإقامة هذا البازار وحسن تنظيمه. هذا البازار فعلا كبير، محضر بشكل جيد، ويجمع بين الممتع والمفيد. بهذه المناسبة أشكر نورسات لهذا العمل الجبار، أعتبره لأنه مش سهل تعمل بازار بهذا الضخامة وتجمع كل هؤلاء الناس لكي يشاركوا فيه. حدث متميز بكونه تقليد يكرس قيم المحبة والسلام والدعوة إلى السلام، وخاصة في هذه الظروف الرديئة التي تحيط بالمنطقة وتعم العالم العربي إجمالا. بدي أكسب الفرصة أهنئ فضائيات نورسات ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان وجميع العاملين فيها على هذا البازار الرائع اللي من اسمه مبين شو أهدافه، بازار الرحمة. وكذلك تعبكم بهذه الأيام خلال فترة المجيدة والرأس السني، تعب جميع العاملين فيها، الله يقويكم ونتمنى لكم دوام التقدم والنجاح.